هتقدر تشتريها يا مرجان؟ لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجه، انا موهوب في الحكايه دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان الماده بتاعت الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك ما عرفتش اجيب اسئله الامتحان. يعني ايه ما عرفتش تجيب اسئله الامتحان؟ امتحان تلمو في الجامعه بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام لحبايبنا كل سنه. سعادتك دكتوره جيهان حطاه على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل لسعادتك بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن هنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو انا في دماغي الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصارة مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعة. لو كنت برشامة حسن. استغفر الله. تكتبش ليه؟ لا أصل أنا أحب أفكر الأول وبعدين أكتب. يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقة دي إن شاء الله مليانة على الآخر بإذن الله. إن شاء الله. شد حيلك. ربنا كريم، كله على الله. برشام؟ لا ده حجاب كانت أم الله يرحمها عاملهولي لما كان عند الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. هتفرجوا عليه؟ خدوه على مكتب العميد. اتفضل، أنت بتحاول تحقيق. قوم. بيوتي كل واحد يبص في ورقته. اتفضل. نعم جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الاخلاق. خالص يا بابا احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. انا مش عاجز، مش محتاج مساعده من حد. أنا لو عايز أنجح أنجح بصباع رجلي، أنا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك أنت بس، عشاننا إحنا كمان. وبعدين يا بابا إحنا مش هنسيبك، إحنا هنذاكر لك وهنراجع لك. اسمع عاد أنت وهي، أنا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وأنا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الأول. اتنقلوا أنتوا افلحوا بس. يا بابا إحنا مش عاوزين منك أي حاجة، إحنا كل اللي عايزينه إن أبونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا إحنا ما يهمناش إنك تكون ملياردير أو أهم رجل أعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحه بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليها لو جرالها اي حاجة هيبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف بأي تمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، ووزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. أنا آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غيركم أنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، بوليس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي. بس انا مسامحك. وهشرفك. لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر. وهنجح. وهشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروقي الدي. عشان خاطر يا بابا اقرا ورقة الأسئلة كويس واقرا الفاتحة قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الأسئلة بتيجي لفة شوية. هات ده بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. يا بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل، ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال اجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا بابا، مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صايع؟ ناجح يا بابا، ناجح. ايه؟